لمن راح لمن راح لمن راح يا لهفي الاخوه وشي عوضه شي عوضه. يا لهفي الاخوه شي عوضه لمن راح لمن راح الفقده ولا قلبي احمي. الفقده ولا قلبي يحمل خويا لمن راح لمن راح ونذكر يوم بفاضيل بفاضيل. بعدسة المصور زهير العطواني. ونذكر يوم بفاضيل لمن راح انا بعزة الاخو خوي الحق علي. يا صدع قلبي صدع قلبي صدع قلبي فراق الاخو والمهي. صدع قلبي فراق الاخو فراق الاخو خويا والمهي بعد ما ضاب تصير وياك خوي. بعد ما ظن تصير وياك والمايا يا خويا والمايا انا حملي وقاع يوم مسا يا خوي. انا حملي وقاع يوم مسا والما يا خويا عليك يا ابو قبل لا تجي لواسي كذلك حمام الشهيد ابو احمد وابو علي وابو محمد وابو غزوايان. اي والله الولد مصيبه ايضا وكذلك الاخو مصيبه. شنقول بالله شنقول يويويون اقراها بهذه الطريقه وهذه الطور وانا في خدمتكم. خويا قالوا لي خويا قالوا لعديل خويا وجيتك. خويا قالوا لي عدل خويا وجيتك الشومي أشوميت يا بعد علي لقيت مايك. خويا جنيت جنت نذكر سوالفنا يا برده يا برده. كنت نذكر سوالفنا بالدار بالدار. تعال بساع خويا يا وطال الافراق. بعد والله شو يقول الاخو؟ شو يوصل اخوان الشهيد بن محمد رحمة الله عليه؟ خويا يا ابو ضحكة الحلوة ليش من تروح؟ التصوير والمونتاج زهير العطواني وعلي العطواني. يا ابو ضحكات الحلوه ليش من تروح اخوي وصاحبي والدعم دوم وداع. خويا اللي حزنوني خويا اللي حيزنون امس من امشي ويايا كسر قلب ومشايا يا محمد الزين. بعد والله شوفوا الابو شلون شو يقول والله كذلك العم ايضا. يا محمد اذا كف وتشادر شلون اطب البيت.
ويا الايا كفوا الكال داير شلون اضم البيات ويا بيت الطبله وبيهني لقياك ويا بيت ان الطبل ابوهن لقاياك قضى عمر الابو من صار الوداع ويا قضى عمر ابوك بصار الوداع محمد بويا يا ابو مرق الحلو جاوينا مرقاك مرقوك يا ابو مرق الحلو جاوينا مرقاك خويا قابل صورتك وبجحل الطريق أقابل صورتك خويا وبجح لطاريك وعاتب كم عتم ما مر بالاحتاير يا دهر فقد خويا تمرد جلاياي وقتله بطلب تطلب عمري البين إلا كم جروح وزيد بجاي خبر فقدك يا خويا والمهياني. برادسة المصور زهير العطواني. ويا إلا جمد روحي أو زيد الداي خبر فقدك يا خويا والميادين إلى صاحب أسئلة حر يا دم إلى صاحب بويا أسئلة حر يا هذه الأبيات ونسألك في النار كمية الرجاء الله يجعل مصابكم محبة محبة وآل خويا أدق الباب خويا أدق الباب جينا وننشد عليك عشو غايب يا حمود خويا بين الأحبا يا تقول لا يا أي صاحب كرايا يا اندفن بالقاع خوي وهم الإتراي خلنا نصور هذه الموقف فنسألكم الدعاء عمرا من الإطالة أي والله والأخوة ما يتعوض لكن بهذه الأبيات شك وحسرة بقلبك يا الفاقد أخوة طلعها لا تخليها بقلبك شوف الأخوة إذا ذهب إلى النجف الأجرب ها ينظر صورة حزام ظهره من بعيد خويا ابن أمه كسر الظهر خويا يجلس عند قبر الأخوة شي يقول له بالله يقول له شلونك بعد أخوك شلون قاضي خويا شلونك بعد أخوك خويا شلون قاضي محمد هيج بصورتك كل ساعة حاجي خويا هيج بصورتك كل ساعة حاجيها يا خويا المفروض الورد يندفن بالبستان جابك للقبور شعرفك بي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد الأخوة فقد الولد جمرة لم تنطفي أبداً